أفادت سفارة المملكة المغربية في لبنان اليوم الخميس أنها ستقيم جسرا جويا بين المغرب وبيروت لنقل مساعدات إنسانية للبنان التي كانت ضحية انفجار بيروت الكبير الذي خلف آلاف الجرحى وعشرات القتلى. ووفق بلاغ للسفارة المغربية تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية المتعلقة بدعم لبنان الشقيق لتجاوز الظروف العصيبة الناتجة عن الانفجار المفجع اليوم الرابع من غشت 2020، ستقيم ابتداء من اليوم الخميس السادس من غشت 2020 ثماني طائرات، أربع طائرات عسكرية وأربع طائرات مدنية جسرا جويا في اتجاه بيروت، وستكون محملة كلها بمساعدات إنسانية وطبية لفائدة الشعب اللبناني. وقالت السفارة المغربية ببيروت في بلاغها كما سيصل في نفس الإطار طاقم طبي عسكري لإقامة مستشفى ميدانية لإسعاف المتضررين من الانفجار المذكور أعلاه، وتتكون الشحنات من 295 طنا من المواد الغذائية الأساسية وعشرة أطنان من الأدوية وعشرة أطنان من الأدوات والمعدات الطبية وإحدى عشر طنا من المواد الطبية والمعدات الخاصة حصريا بكوفيد 19. وختمت السفارة بلغها بتقديم أحر التعازي والمواساة لأهل ضحايا هذه الفاجعة وعن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة في أقرب الآجال، داعية الله تعالى للموتى بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل.